أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، نبدأها بأهم العناوين. هل نصائح النساء لبعضهن مفيدة أم مدمرة لبيت الزوجية؟ ما هي الطرق القانونية لإجراءات تقديم الشكاوى الخاصة بالسب والشتم والقذف؟ حين يمتزج الفن التشكيلي بحضارة العرب القدماء تنتج إبداعاً في اللوحات. وما هي مفاهيم الحب عند الرجل؟ وهل هناك مراحل للحب بين الزوجين؟ تفاصيل هذه المواضيع وغيرها تشاهدونها في حلقتنا اليوم من سيدتي، ونذكركم بمشاركتنا أبرز تعليقاتكم من خلال هاشتاغ برنامج سيدتي. أسعد الله مساكم مشاهدينا، أكيد وحياكم الله في حلقة متنوعة ومميزة كالعادة من برنامجكم برنامج سيدتي. وزي ما عودناكم نبدأ حلقتنا بأبرز الأخبار مع ريم. هلا وسهلا يا مها. نبدأ حلقتنا بجولة سريعة على أبرز الأخبار. كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن خلال الساعات التي نشر فيها خبر تلقي ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي. تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج الإقامة الفنية لعام 2021-22، تستهدف الفعالية الفنانين والباحثين والكتاب من داخل المملكة وخارجها للمشاركة في البرنامج الذي سيقام بمدينة جدة التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من المواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة. أطلقت وزارة الحج والعمرة منصة الحج والبطاقة الذكية، والتي تهدف لربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وذلك خلال ملتقى مكة الثقافي بدورته المقامة حاليا تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي. تتضمن المنصة إصدار بطاقات تعريفية ذكية لكل حاج تحتوي معلوماته الشخصية والطبية والسكنية، بالإضافة إلى إرشاد الحجاج والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة. أبدت القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كوهن إعجابها الكبير بطبيعة العلا أثناء تجولها في إحدى المناطق بها. خلونا نتابع أبرز ما قالت. السلام عليكم، حياكم الله. هل زرتم طبيعة وتراث شمال المملكة العربية السعودية؟ حيث تحتدي تبوك بأشجار زيتون وعناب وأول سكك حديدية في المملكة، حيث كانت تناقل الحجاج من وإلى مكة. وعلولة؟ يا الله، كم يعجز التعبير في وصف الطبيعة الساحرة والتاريخ الثري في محافظة علولة ومدائن صالح. يا أهل شمال، شكراً على كرمكم. مع السلامة. أصدر قاضي محكمة في بريطانيا حكما بسجن مواطنة 5 أشهر بعد ادعائها إصابتها بالسرطان لجمع تبرعات لإقامة حفل الزفاف الذي تحلم به، حيث قالت لأصدقائها إنها لم يبقى أمامها سوى 2 شهر لتعيشهما، وحلقت شعر رأسها بالكامل لتقنعهم، مما جعلهم يتبرعون لها بحوالي 8500 جنيه استرليني. عثر علماء من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية على زهرة تعود لعصر الديناصورات، إذ تجمدت مع مرور الزمن ليتم اكتشافها محفوظة داخل قشرة شجرة استوائية.
ورغم صغر الحجم إلى أن التفاصيل المتبقية في الزهرة ما زالت واضحة. اختراع ملصق ذكي من صناعة شركة للحوم يابانية يحد من الغش ويساعد في معرفة تاريخ الصلاحية عن طريق رائحة اللحم، وعند انتهاء الصلاحية يتغير اللون ولا يمكن قراءة الباركود ويصبح غير قابل للبيع. فقرات سيدتي ما زالت مستمرة، ولا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، أراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. انتظروا المزيد ولكن بعد الفاصل. في حياتنا الواقعية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واللي كلنا أكيد نستخدمها بشكل يومي، ممكن أنه إحنا نتواجه أو نواجه جميع أفراد المجتمع. طبعاً ممكن هذه الشخصيات تكون مجهولة أو حتى شخصيات ما نعرفهم بالنسبة لنا. عموماً يمكن بعضنا قد تعرض للشتم أو السب أو حتى ممكن توصل للقذف. فما هي الطرق القانونية مشاهدينا لتقديم الشكاوي الخاصة بالسب والشتم والقذف، وما هي شروطها؟ وهل صحيح أن العقوبة في مثل هذه القضايا تشمل التعويض المادي فقط؟ راح نتكلم على هذا الموضوع أكيد وأكثر مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي. مساك الله بالخير، حياك الله. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. أستاذ محمد، بداية يعني عرف لنا المقصود بالسب والشتم والقذف من ناحية قانونية. طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السب والشتم متقاربين، هي أن يكون هناك وصف في الغير بصفات وأفعال مهينة أو تلفيق عيوب ليست فيه. السب والشتم شلون؟ يعني أنا جيت مثلا قلت على فلان، فلان هذا منافق، فلان هذا مثلا شبهته بحيوان معين أو بكذا، هنا في إهانة له، فهذا تدخل من ضمن السب والشتم. القذف يختلف تماما، القذف يجب أن يكون في العرض. يعني أنا اتهمت فلان هذا في عرضه أو في عرض أسرته أو في عرض والده أو والدته. يعني لما أجي أقول له يعني أتهم مثلا والدته بالزنا، يا ابن الزنا مثلا، هذا قذف. ولكن ما أقدر أني أنا أجي أقول فلان قال لي والله يا ابن الكذا وصف بحيوان، يعني أنه على أنه ابن حيوان معين، وأجي أقول له هذا قذفني. لا، القذف يجب أن يكون صريح في العرض، هذا هو القذف. السب والشتم هو الوصف يكون مهين أو يكون مثلا بوصف مثلا غير صحيح في هذا الـ الشخص. طبعا السب والقذف عندنا في المملكة العربية السعودية من زمان هو مفعل في المحاكم، ويحق لكل شخص أنه يعني أن يطالب بالمقاضاة فيه ويأخذ حقه فيه وإلى آخره. ولكن مع الأسف بعد يعني ما توسع الناس في استخدام السوشيال ميديا، والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية في يعني روادا للسوشيال ميديا، أصبحت هذه الجريمة تجارة. تجارة شلون؟ تجارة شلون؟ تجارة بعض من المشاهير أو غالبية المشاهير من واقع يجي مثلا أطلع مثلا أنا كمشهور أطلع في سناب شات وأحاول أستفز المجتمع بأي فعل، أو مثلا اليوم كانت في مباراة مثلا بين فريق الهلال والنصر، أنا مثلا هلالي، فأطلع أستفز الناس أو أستفز جمهور النصر، طبيعي ردة الفعل أنه راح يسبوني. صح، أخذها أطلع للشرطة وأشتكي، فطبيعي ما حد يبغى ينسجن، يا ابن الحلال أنا كنت معصب، أنا خلاص أعطني 15,000، أعطني 20,000، أعطني 30,000. فترى هذه من الأشياء أو من الوسائل التجارية اللي يتربحوا فيها المشاهير. يعني في مننا نشوف والله قبل أمس مثلا كان وضعه عادي، في خلال سنة الرجل صار عنده ثروة. طبيعي، لا تقنعيني أنها من الإعلانات. أنا مرة مقتنع أنها من الإعلانات، أعتذر يعني، لأنه إعلاناتهم ترى على 50,000 و30,000، فطبيعي لما الواحد يسوي في اليوم 5-6 إعلانات نهاية الشهر يكون سوى مليون ريال. الله يعني يبارك لهم ويزيدهم. ولكن استغلال النظام أو استغلال الناس أو محاولة استدراج الناس في السب وفي الشتم، لا، هنا الله لا يزيدهم ولا يبارك لهم. طبعا غير فهذه من التجارة اللي أصبحت ظاهرة، فعلشان كذا يمكن نشوف
نجي نقول يا أخي فلان عارف أنه راح ينشتم لو نزل التغريدة هذه واثق أنه راح ينسب وتلقيه راح نزلها وبعد فترة راح كررها. نفس التصرف مثلا راح صور في مكان معين وتعمد أنه مثلا يظهر قبيلة معينة ويهمش قبيلة ثانية بشكل غير مباشر، فيجون أهل القبيلة هذه الثانية يبدأون يسبون فيه. شخص مثلا مع الأسف يتاجر بالدين، يحاول أنه يستخدم ظاهريا أنه يعني يسعى في الخير وأنه كذا وكذا إلى آخره، ولكن يشوه صورة مجتمع معين أو فئة معينة أو طبقة معينة في المجتمع. كل هذه ترى أشياء مدروسة ومقصودة، فما هي ترى على السجية ولا هي أنه والله هل فلان لهالدرجة غبي أنه يسوي هالفعل. لا، هو ذكي. طيب. يطلع له في الأخير بعشرة 15 تغريدة من مئات التغريدات، لو كل واحدة يأخذ منهم 20,000 هذه 200,000 خلال 24 ساعة. طيب، في حادثة حصلت قريب، قصة محامي برضو مشهور في السوشيال ميديا تكلم على أحد كان بيصور، ومن ضمن الفتيات أو الأطفال اللي بيصورهم تحاشى تصوير واحدة لأنه لونها كان مختلف، فأطلق عليه كلمة عنصري. هذا الشخص المصور راح رفع عليه قضية وكسب القضية، مع أنه هو أطلق عليه لفظ هو قام به، ذا الشخص هو عنصري كان في طريقة تصويره. ممتاز. شوفي، أولا توجيه الاتهام في جهات عندنا هي اللي توجه الاتهام. الفعل إحنا شفنا فعل ظاهري، ولكن لا نعلم ما هو خلف الفعل هذا. ما نعلم إيش الأشياء أو المسببات اللي كانت موجودة، يمكن كان في تسلسل معين لي هذا العمل. فما أقدر أنا أجي أتهم. أنا دائما ترى أحذر من هالجزئية، لا نعتمد على المقطع الفيديو اللي ظاهري اللي يجيني وينتشر في السوشيال ميديا فجأة أقول إيه فلان متحرش واضح. طب أنت اشتراك البنت هذه اللي مصورة قبلها شو مسوية؟ تتذكروا قضية ساحرة الرياض؟ أيوة. نفس الشيء حصل، كل المجتمع قال لك هذه ساحرة وهذه وكفروها وإلى آخر. في الأخير وش طلعت؟ طلعت امرأة يعني حالها حال نفسها وإنسانة متعلمة وبعيدة كل البعد عن هذا الشيء وإلى آخر. فبالتالي يجب علينا أنه إحنا لا نطلق الاتهامات مباشرة، في جهات مختصة هي اللي توجه الاتهام. الفعل حصل قدامي، أنا ممكن أوصف وفقا للنظام وفقا للنظام، ولكن أنا ما أعرف إيش اللي حصل وإيش اللي كذا. يعني هل هناك فعل تعتقد أنه يكون تحت مظلة جهة رسمية ويمر مرور الكرام بدون ما يتم اتخاذ إجراءات تحقيق وسماع أقوال والتأكد منها أنه هل الفعل هذا صحيح ومتعمد أو غير متعمد وإلى آخر؟ طبيعي أنه لا. أستاذ محمد، ذكرت نقطة صراحة لفتتني، قلت ما حد يبغى ينسجن فيروحون يعني مثلا يبتزون ويقول لهم أعطوني 15 ولا 20,000 وتابر، توصل للسجن فعلا؟ إيه نعم، توصل في السجن. يعني على أي أساس توصل للسجن؟ بسبب كلمة توصل للسجن؟ نعم، بسبب كلمة أو بسبب وصف. نعم. بسبب ريتويت. أوف. لأنه أنت ساعدت على النشر. وضح لنا طب هالنقطة. في بعض الناس يتذاكب ووضحها، بس في بعض الناس يتذاكب يجي يقول لك الريتويت لا يعني التأييد. مصر. بالله شلون الريتويت لا يعني التأييد؟ أجل ليش مرتوت؟ أنت ساعدت على انتشار معلومة سيئة عني أو وصف سيء عني، فبالتالي أنت شريك في هذه الجريمة. بالنسبة لموضوع العقوبات في السب والشتم وفي القذف، القذف معروف حد شرعي 80 جلدة. هذا في الحق العام. والسب والقذف يكون في شق في الحق العام وشق في الحق الخاص. إذا كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر في أي كان، يكون طبعا قد تنطبق عليه مادة المادة الخامسة أعتقد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، اللي هي العقوبة فيها 500,000 ريال وسنة سجن، تصل إلى 500,000 ريال ولا سنة سجن في الحق العام. في الحق الخاص أنا مخير كصاحب حق خاص، أما أن أتقدم بدعوة وطالب بها بتعويض مالي أو أطالب بالسجن، ما يحق لي أطالب بالاثنين لأن هو فعل واحد، فكيف أطلب عقوبتين عليه؟ فبالتالي يا أنا أطلب كذا يا أطلب كذا. طيب من اللي يحدد حجم التعويض المالي؟ أنا أحط مثلا أقول والله مثلا أنا تضررت، ما صرت أداوم، ما صرت كذا، ما إلى آخره، لأنه سمعتي صارت سيئة في الدوام فصاروا يتكلمون عن الموظفين وإلى آخره، تبدأ تحتسب. وأنا والله ورحت وكلت محامي ودفعت له أتعاب كذا علشان أدافع عن نفسي وسويت وفعلت، فهنا تكون تقديرية إلى المحكمة. أيضا عقوبة السجن تكون تقديرية إلى المحكمة، لكن ترى لا يوجد تساهل في إجراءات السب والقذف والشتم. يعني لا أحد يجي يقول إيه ترى كلها تغريدة، ترى كلها كذا. وفي ناس تتذاكى وتعرف كيف تخرج من هذا السب. أيوه. الآن أنا لو جيت مثلا لك يا أستاذ ريم وسبيتك في تويتر، أيوه. إيش بتسوين؟ أنا كالعادة طنش. هتتحسبي؟
الإجراء اللي مفروض أنه يتم أنك ما تتقدم إلى الشرطة مباشرة. أيوة. يجب أول شيء أنك تحفظي هذه التغريدة. في بعض الناس يعتقد أنه السكرين شوت تصوير الشاشة هذا دليل، لا ولا يعتد فيه. معقول؟ في بعضهم يقول لك طب خليني أصور الشاشة فيديو كذا، هم أيضا ما هو دليل. هذه كلها تعتبر قرائن، وقرائن ضعيفة. مجرد أنه استدعوني الشرطة قالوا تعالي يا الوهيبي أنت سبيت الأستاذ ريم وكذا وكذا، يجب لهم لا مو بصحيح، تنقلب البينة عليك. الأصل ليش؟ لأن أنا أكون حذفت التغريدة أوريدي، فما هي موجودة، فأصل التغريدة ما هو موجود. طب إذا كيف أحفظ التغريدة هذه اللي أنت أثبت عليك؟ أسهل طريقة. أيوة. جيب اثنين يشهدوا، اثنين من صديقاتك، اثنين من كذا، إيه تفضلوا شوفوا ترى هذا فلان سبني، شايفين حسابه، شايفين الأكاونت، شايفين الساعة، شايفين التاريخ، إيه سلام عليكم. أو أني أحاول أتقدم بسرعة للشرطة قبل ما يتم حذف التغريدة. ليش؟ علشان يسوون محضر يسمى بمحضر المشاهدة، ويقولوا نعم فتحنا الجهاز ودخلنا على الموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مثلا وجدنا أن هناك تعليق صادر من الأكاونت الفلاني وإلى آخر. ولكن ترى تصوير الشاشة فيديو دليلا أو صورة أو فيديو أيضا ما هو دليل. أنت ذكرت نقطة مهمة، قلت حذف التغريدة ما يثبت عليك شيء، مع أنه في ناس بيحذفوا تغريدات لكن بينثبت عليهم أن هذه كانت تغريدة، أما بإقرار أو بيكون بشهادة شهود. ليش؟ لأنه أنا الآن كتبت تغريدة وحذفتها، إثبت أني أنا كتبتها. أنت تقولين أنه محمد الوهيبي سبني في التغريدة صحيح؟ أيه. إثبت أني أنا منزلها. لا أنت كذا ضيعتنا، يعني أنا كنت أحس الموضوع أسهل منك. بالعكس أنا سهلت لك، أنا قاعد أقول لك كيف تحمي حقك. فبالتالي أنا لو أحد دخل الآن وسبني مباشرة على طول أتوجه لأي أحد من اللي حولي مثلا، بس طبعا بعيدا عن الأهل، مثلا أصدقاء أو زملاء في العمل، أقول شوف فلان ترى منزل عني كذا، أو أحاول أستعجل في تقديم الشكوى مباشرة قبل ما يحذف التغريدة. أطلع لمركز الشرطة أقول لو سمحت أنا عندي تغريدة نازلة وسب فيني وكذا وكذا، لو سمحت أحتاج أني أقدم بلاغ وتسوون محضر مشاهدة الآن، إثبات ومشاهدة. فمباشرة يجي يقول لك نعم وبمشاهدة الحساب الفلاني كذا كذا وجدنا تغريدة صادرة فيها 1 2 3. تشويه السمعة يدخل تحت السب والقذف ولا لا؟ تشويه السمعة أيضا يدخل تحت السب. ليش؟ لأنه أنت قلتي تشويه، يعني أنا قاعد أسيء لك أو قاعد أوصفك بشيء أما يتسبب في التقليل منك أو يوصفك بشيء لا يليق، فهي تدخل أيضا من ضمنها. فهنا بس هذا الفارق هو الاختلاف. فإنه يا جماعة الخير أنا دائما أقول لهم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ترى ما هو سهل، لا مو ولا سهل. هو هين. في بعض الناس ترى يدخل لمواقع التواصل الاجتماعي ويحاول يوضح للناس أنه أنا واصل، شوفوني ترى قاعد أسب أمة محمد هذا كله ولا حد قادر يشتكيني. لا هو يعلم ثغرات النظام. أيوة. فيدخل يسب الوهيبي ويحذف، فأنا بكرة راح أركض للقسم أتقدم عليه شكوى يقول لا مو بصحيح ما نزلت هذا. وفي بعضهم يسوي شيء ثاني، ينزل التغريدة ويخليها ويخلي صديق له هو اللي ينزل التغريدة. مثلا أنا عندي صديق مثلا في مصر، أعطي الأكاونت والباسورد ويدخل وينزل التغريدة. لما يجي يشيكوا هنا عندنا الأجهزة الأمنية فيلقوا التغريدة صدرت فعلا من أكاونت الخاص فيني ولكن على شبكة كانت خارج المملكة، فيقول لي حسابي كان مخترق. تحصل كثير طبعا. فعلشان كذا لا نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الاستسهال. في مثل ما أنا ذكي وأعرف كيف أخذ حقوقي، في أيضا هناك ناس أذكياء ويعرفون كيف يتحايرون على النظام. ترى دائما المجرم عندما يرتكب جريمة تلقيه مبدع في النظام اللي يخص الجريمة، يعني المزور تلقيه في نظام التزييف والتزوير فاهم بروفيشنال. النصاب نفس الشيء بالشكل هذا. فأيضا اللي بيتجاوز أو بيتعدى في مواقع التواصل الاجتماعي تجديه حافظ نظام الجرائم المعلوماتية أكثر مني. والله عالم يخوف للأمانة. لكن هذا بالنسبة يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أستاذ محمد. بالنسبة للحياة الواقعية أنت قلت كأثبات مثلا تغريدة لازم نروح ونفتح. طب لو أحد جاء سبني في الشارع ولا قذفني عند إشارة، هذا شلون أثبت عليه؟ شهادة شهود. شوف إحنا الحمد لله في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة خاصة يعني القضاء عندنا وجد كثير من التطور، وأصبحت عندنا وسائل الحديثة في الإثبات مفعلة بشكل كامل. يعني لو تتكلم إلى عهد قريب 6-7 سنوات قريبة، لو أجي أروح أتقدم للمحكمة برسالة ممكن يضحك علي الموظف. الحين جاي تقدم بهالرسالة. الآن لا، أصبح عندنا المحادثات تثبت، التصوير يثبت كقرينة،
الشهود، طبعا الشهود من ازل الازلين يعني من ظهور الشريعه الاسلاميه وشهاده الشهود اثنين انهم يكونوا المحادثات ما قاطع كلامك بس عشان قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، المحادثات نفس اللي ينطبق على التغريده اللي قلتها لازم اخذه واوديه قبل ما تنحذف؟ ايه ما ينفع اصورها، ممكن انا ارسل لك واتساب صح وتحذفها؟ ايه تكون طلعت الاسهل اني انا اشهد احد عندي اشهد على الرسائل الموجوده، او اذا كانت واتساب وهذه دائما انا انصح فيها احط وضع الطيران يعني ما اخلي الجهاز يشبك على انترنت نهائيا عشان ما يحذف، عشان حتى لو حذف ما يجي عندي الابديت التحديث هذا حق الحذف ما يجي عندي، بعدها انا حر. جميل. طب مين اللي يحدد السب او الشتم؟ يعني مثلا في كلمات يعني نعتب باسم حيوان مثلا، هل هذا يدخل في انه يقدر يقاضيه عشان قال له يا فلان يا حمار مثلا؟ اي لانه طبعا لانه تعتبر فيها تقليل من يعني هذه تدخل تحت السب والشتم ايضا. انت وصفتيه بشيء يهين. صح. الله كرم الانسان عن الحيوان. فبالتالي انا لما اجي اوصفه بحيوان غير، لكن لما اجي اوصف الحيوان بانسان لا غير تختلف. طيب. فانا لو ابغى اوصف فلان او ابغى اسب فلان ممكن القاها كمخرج. اجيب صوره الحيوان هذه واقول كانه فلان. ايوه. فصار الوصف عكس. اي. فانا رفعت من الحيوان، فاللي يبغى يشتكيني يروح يشتكي من الحيوان. والله طالت محمد. وش ذا المعصب الرايق اللي بيروح يجيب التعامل مع هذه القضايا ترى حساس جدا، يعني ممكن خطا بسيط فيها ممكن انه ينسف القضيه كامله. فيجب انه احنا يعني نتخذ هذا الاجراء، وفي مثلا زوجات يعني من القضايا اللي تمر علينا مثلا ممكن تجي زوجه او زوجه عشان لا تقولون اني انا يعني أيوة. ماني محايد. تاخذ جوال زوجها وترسل لنفسها رسائل سب. اوف. هم على خلاف يعني هي خلاص ضامنه الطلاق ضامنته. فتروح تاخذ جوال الزوج عشان تطلع فلوس. بالضبط. هذه ما تثبت في المحكمه. لو ثبت انه هو كان في نفس التوقيت في البيت وهي كانت موجوده أكيد. في البيت طب ما انا اسهل اروح اسبها قدامي هي. اي. طيب ذكرت بالنسبه للحكم انه يكون مادي او يكون بعقوبات السجن في الحق الخاص. إيه؟ اما مادي او عقوبه بالسجن. هل انا اختار يعني انا اللي رفعت القضيه؟ نعم. انا اللي اختار. نعم. واحدد المبلغ. إيه؟ واحدد مده العقاب. ولكن ليس شرطا انه انت لما تحددي انه المحكمه خلاص تاخذ كلامك هذا وتحكم فيه. يعني لازم انا احدد واقول ليش انا طلبت مليون، ليش طلبت 500,000، ليش طلبت 1000 ريال. ايوه. يعني لازم اقول حجم الضرر اللي سقط اللي وقع علي. في ناس يفضلوا السجن، يعني في ناس انا ما ابغى منك فلوس انا باك تنسجن، في ناس مروا عليك زي كذا؟ في ناس لانه شوفي هو ترى على حسب العائد النفسي يعني اللي يصير، يعني ترى الشخص اللي يتعرض لتهجم او لسب او لشتم او لوصف او كذا يعني تخيلي انت لما تجين مثلا هنا للقناه ويكون احد سابك امس فتحسي انه كل اللي قاعد ينظر لك قاعد ينظر لك على السب حق امس. لا راح تقدري تشتغلي زين. صح. حتى البيئه العائليه اللي عندك ايضا ما راح تكون سويه لانه مثلا ابنائك وزوجك وكذا والى اخره ايضا بيقولوا إيه مو بهذا زوج فلان اللي كذا، مو هذه زوجة فلان اللي سبوها امس وقالوا كذا. فترى اثرها النفسي احنا يمكن الحمد لله لانه ما تعرضنا للشيء هذا ما نحس فيه بقدر ما انه احنا نحس بهذا الشيء. يعني واحده من القضايا اللي مرت علي المراه اللي تم الاساءه لها في مواقع التواصل الاجتماعي، طبيب نفسي دخلت في حاله انهيار عصبي. انا للامانه كنت اقول انه مبالغه، الين لا شفت الحاله قدامي بعيني يعني قلت الله لا يكتبها على مسلم. للامانه بعض الكلام يوجع ويجرح استاذ محمد اكثر من يمكن الضرب الجسدي او الايذاء الجسدي، فعشان كذا كثير زي ما تفضلت اللي نفسيتها تعبانه. لكن يمكن في سؤال بالنسبه للاباء والامهات مثلا، هل ينطبق عليهم هذا الكلام؟ يعني لو الاب والأم مثلا سبوا أو قذفوا عيالهم تحصل؟ والله شوفي احنا دائما نبتعد عن التجريم الأسري. أي. دائما نبتعد عن التجريم الأسري، ولكن إذا كان هناك فعلا في تعدي من الأب أو في تعدي من الأم. نعم. يحق طبعا للابن أو البنت أنه يطالب بحقه، ولكن هنا حتى القضاء ينظر لها بنظرة أخرى. ترى احنا الحمد لله المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها دائما تحرص على الترابط الأسري، يعني حتى القضايا الجنائية الأسرية تلقي لها محققين معينين داخل النيابة العامة، إجراءات التقاضي اللي خاصة فيها في المحاكم لها طريقة معينة، ما يتعامل على أنه والله مثل أنا لما أروح أشتكي زميلي مثل لما أنا أروح أشتكي أخوي. صح. ليش؟ لعشان يحاولون قدر الإمكان أنهم يحافظون على صلة الرحم اللي موجودة وعلى ترابط الأسرة. مع الأسف في بعض الأخوان والأخوات يسعى للتجريم هذا،
لا اذا ابوك قال لك كذا من شلون روحي على طول للمحكمه واشتكيه وادبيه وسوي وافعلي والى اخره. الاب بشر والام بشر وانا بشر وفلان بشر، ممكن لحظه انفعال وقت عصبيه وقت كذا ممكن انا اكون استفزيته. فطبعا يجب انه احنا نراعي الجانب الشرعي والجانب الانساني داخل محيط الاسره خاصه صح. الاب والام، الاب والام يعني شيء لا يقارن بشيء اخر اكيد. بالتالي يجب علي اني انا احرص حتى في طريقة أنه أنا كيف أقول والله أشتكي أبوي ولا أروح أشتكي أمي أو بهالشكل يعني. ولكن النظام لم يستثني أحد طبعا. طيب بالنسبة يعني في كمان حكاية حصلت أنه في مضاربة حصلت في الشارع وهم سبوا بعض بألفاظ جدا سيئة بس ما في أحد اشتكى على الثاني، لكن في تصوير فيديو، هل هنا في حق خاص للدولة أو حق عام خلينا نقول أنه يطال النيابة تستدعيهم لأنه مثلا في شتم حصل خدش حياة أو حاجة زي كذا يعني؟ نعم طبعا هذا المقطع اللي انتشر كان الأسبوع اللي فات مزبوط. طبعا لها في حق عام والدليل أنه النيابة استدعتهم فهذا ناتج عن إيش؟ ناتج على أنه هناك حق عام، ولكن هل مقطع الفيديو هذا دليل؟ هو قرين. طيب كيف قرين وهذا كل الأدلة في التصوير؟ ممكن يكون قبل التصوير هذا كان في شيء، ما هو انت لما يكون في شيء لما تحصل جريمه قتل ما راح تقول ما راح ياخذوا الاستفزاز اللي حصل قبل الجريمه، انت قتلت فلان. لو اسلم للشرطه او للنيابه مقطع فيديو لفلان وهو يطلق النار على شخص اخر ما هو دليل، تؤخذ كقرينه، لانه ممكن انا اللي قاعد اصور ماسك سلاحي في يدي وقاعد اهدد هذاك اقول له لو ما اطلقت عليه ترى انا بطلق عليك. ممكن مزبوط. فهي تعتبر قرينه، القرينه ما هي ضعيفه او ما هي ليس لها قيمة، لا لها قيمة ولكن ليس الدليل قطعي، الدليل خلاص هو اللي يحكم به. القرينة لا، تحتاج إلى قرينة تقويها، يعني أنت كنت موجود في نفس الموقع، طب أنت كنت واقف في الجهة اللي كان منها صدرت الطلقة، أنت كنت كذا، قرينة على قرينة على قرينة على قرينة أصبح دليل. مظبوط، يعني موضوع مهم وصعب ومعقد ولكن برضو لازم ننتبه منه. شكرا لك. مواقع التواصل الاجتماعي خطيرة. نعم. التعامل مع مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي خطيرة. صحيح. الجهاز هذا كفيل بأنه يدخلني للسجن سنة واثنين وثلاثة بسبب كلمة. بالفعل يعني هذه نصيحة المفروض كل الناس لازم ينتبهوا له ويأخذوا بها. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، انتظروا المزيد بعد الفاصل. مشاهدينا بعض النساء يحبوا إبداء تجاربهم في الحياة ومشاركتها مع الآخرين وفرض التوقعات وعرض الحلول لمن تطلب المساعدة، ولأننا ما نقتنع أحيانا بحل واحد ونحب نسمع لكل من حولنا فتبدأ مشكلة تدمير بيت الزوجية بسبب النصائح غير صالحة لكل شخص. طبعا حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم معنا المستشارة الأسرية الأستاذة عبير فخري الفخري. هلا وسهلا بك أستاذة عبير. يعطيك العافية. بعض السيدات ليش يحبوا أنهم يلجأوا لسيدات ويحكوهم عن مشاكلهم عشان ياخذوا منهم النصائح؟ تمام، أول شيء يمسي على الجميع والمشاهدون. بالنسبة للنصائح اللي يتوجهوا لها، يعني أحيانا المرأة تبغى تتكلم للفضفضة مو شيء ثاني، يعني هي عارفة أنه ما في حل، وفي النهاية هي بتعرف أنه أي كلمة تسمعها أو كذا هي حتسوي الرأي اللي هي تبغاه يعني، بس تحتاج تاخذ مشورات من كم أحد وتحتاج من كم أحد تأخذ يعني آراء وكذا تجمعها وتأخذ الأسلم. المشكلة فين تكمن؟ المشكلة لمن تجمعها من أحد ما ينصحها كويس. هذه هي الإشكالية في الفضفضة الزيادة، هذه الإشكالية. يعني المرأة يعني هي تحتاج لأحد يسمعها، وفي الغالب يعني الرجل ما هو فاضي يسمع الفضفضة حقتها فتروح تتجه لصاحبتها أختها أمها اللي تكون يعني. أستاذ عبير، يعني المشكلة يمكن كثير من السيدات اللي ما يعرفون أن حياتها الشخصية غير حياة صاحبتها، غير حتى حياة أختها، طبعا رجلها طبعا. غير رجل أختها، غير رجل صاحبتها. يس. ف يعني يمكن هي حرام جايبة الجهدة الأخت أو الصديقة تعطيها النصيحة من قلب، ويمكن النصيحة هذه فعلا اشتغلت معها أو يعني كانت نافعة لها هي. صح. فقد إيش مهم أنه إحنا نفرق بين أنفسنا وحياتنا وما نقول أنه خلص أنا صارت معي نفس المشكلة صارت مع أختي حلها وحلي واحد. قديش مهم؟ هو مهم أنك تعرفي أنه أول شيء تجربة يعني الزواج حياة، يعني أنا بقول عليها دائما خدمة ذاتية لنفسك، أنت تقدري تتحكمي وأنت اللي تقدري تقرري وأنت اللي تقدري تعرفي إيش اللي يصلح لك وإيش اللي ما يصلح لك. صح. يعني
بتدخل اي احد ثاني حتى لو كان يعني السؤال ما هو يعني مو مره كبير او كذا، اي تدخل اي شخص يعني ثقي تماما انه راح ياثر عليك بكلماته بارائه هو، لانه يعني دائما انا بقول في الاستشارات انه كل انسان له كتالوج، فكتالوجات يعني تختلف، كل انسان له طريقه له مبدا، بعدين يعني الشخص اللي معاك غير الشخص اللي مع صاحبتك اللي نصحتك وغير يعني يختلف. نعم. وتعاطي الموضوع وتفاصيله أنت أكثر واحدة عارفته وأكثر واحدة عارفة كيف تتصرفي ترى. بس هو الآراء بتحبي تسمعي وبس، فقط هو زي ما قلنا للفضفضة مو شيء ثاني. الشاطرة اللي تسمع آراء وآخر شيء تسوي اللي في رأسها. هو المشكلة تعرفي أحيانا تجيك يعني الآراء من الطرف الثاني، أم تجي تاخذي مشورة من أحد تكون واحدة مثلا يعني عندها تجربة سيئة أو عندها مشكلة أو كده، في الرجال تخليك حاسة بفصلين. هي 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 بتقول لك من الفيدباك تبعها إنه ترى سوي له وسوي له، ترى هي ما تقدر تسوي هذا الشيء، بس هي قاعدة تعطيك النصائح دي عشان يلا يلا لعل وعسى إنه. بعدين يعني مشكلة لمن يدخل يعني تدخل النصيحة ضمن الوعي الجمعي اللي هي المفروض ولازم، وترى الرجال إذا ما سويتي له كذا يصير كذا، وإذا وأنت يعني هذه النصائح من الوعي الجمعي هي الكارثة في الموضوع، يعني هي اللي بتأثر على الحياة الزوجية فعلا. صح. لأنك بترجعي بيتك وبتقعدي تتعاطي مع هذا الرجال يعني في الأمور في مشاكلكم في كده، فكل بيت فيه مشاكل بس أنت أكثر واحدة أدرى بحل مشاكل بيتك. مظبوط. لكن بعض البنات يعني خبرتهم بسيطة، ممكن ترجع لوحدة تديها نصائح سلبية، اطلقي منه، سيبيكي منه، لا تكلميه، أو هذه الأشياء. هذه الحين نسمعها مرة كثير. هذه هل تدخل من باب التخبيب على الزوج؟ هي تدخل لأنك أنت قاعدة يعني ترى المشاكل أحيانا تكون مرة بسيطة، أنا بشوفها في الاستشارات أحيانا خصوصا للجيل الجديد يعني ما في هذاك المشكلة العميقة الكبيرة أو الكبيرة اللي يعني تحتاج انفصال أو حاجة زي كده. بس بما أنها قاعدة تسمع أنه ترى أنت حلوة وألف واحد يتمناكي وترى هو يحمد ربه وأنت قاعدة تنتبهي للأولاد، كل هذه أتأكدي أنها قاعدة تسجل عندك في اللاواعي. مزبوط. ومتى ما تسجلت راح أنت تتعاطي بنفس الطريقة هذه. لأنه لما نيجي يخاصمك كل شيء، أو صاحبتك قالت لك أنه ترى أنت تلاقي أحسن منه وكذا، فتكون ردة فعلك كيف؟ طبعا حتكون ردة فعلك مرة جدا قوية يعني. فعموما يعني الاستشارة أنا بقول دائما إما مدمرة ولا معمرة. مزبوط. فاختاري الاستشارة المناسبة لك من أحد مختص، لا تستشيري أي أحد. أحيانا يعني بيقولوا لك أنه حتى ممكن واحدة طب تستشير والدتها. الوالدة في كل الأحوال يعني في لهم مراتب وفي لهم مقاييس وفي لهم تحديثات. مظبوط. في والدات يعني ما ينفع تستشيريها في مواضيع عندك. صح. مو معناته أنه ما تفهم، لا أبدا، هم على راسنا من فوق، لكن الحياة الآن ومتغيرات الحياة صارت تغير، والاستشارة راح يعني الاستشارات حتى الاستشارات قاعدة تتطور يعني. جيلنا غير جيلهم. يس. عبير. يس. يعني هم عاشوا في زمن وإحنا قاعدين نعيش في زمن، والمستقبل أو يعني الأطفال اللي الحين راح يعيشون في زمن، فصعب حتى أنه إحنا نتعامل مع الشخصيات أو حتى الزوج في هالحالة بالضبط نفس ما كانوا يتعاملون مثلا مع آبائنا. طيب إحنا مثلا كأخوات أو أنا كصديقة تمام. أو أنا كبنت حتى ممكن أمي تجي تستشيرني اي عادي، فكيف نتصرف؟ كيف اقدر يعني اطبطب عليها؟ ما ابغى اصدها، احبها بس في نفس الوقت حتى لو عندي انا وجهه نظر في الموضوع ممتاز ما ابغى اعطيها، بس ايش الطريقه الصحيحه؟ سؤالك جدا جميل. الطريقه الصحيحه نرجع للكوتشنج ان كنت تسمعه اللي هو التدريب الشخصي. لما يجي احد يسالك عن مشكله قولي له انت تشوف ايش احسن، انت تشوف ايش الحل، انت تشوف ايش الافضل. صح. بالنسبه لك يعني كل ما اعطيتيه كذا، لانه كل انسان زي ما قلنا من اول انه كل واحد هو اللي يقدر يطلع الشيء اللي هو يبغاه. نعم. فانا من اساعدك مثلا جيتي تساليني انه كذا وكذا وانا ماني مختصه ولا شيء، اقول لك انت شوفي ايش احسن لك، ايش الافضل، كيف ممكن تردي عليه، طب كيف ممكن هو يسوي، تساعدينها تطلعي منها هي الافكار. نعم. يعني هو الكوتشنج مبني على كذا، وانا اللي بسوي الكوتشنج يعني نسالها اسئله مبني على كذا. يس. يعني رد عليها بأسئلة، ترد عليها بأسئلة بحيث أنك تطلع الإجابات منها، لأن هي تطلع الإجابات المناسبة لها تماما. ممتاز. طيب هل يعني إحنا أحيانا نحب نفضفض، يمكن ما أبغى استشارة بس أبغى أفضفض تمام. وممكن أتكلم عن مواضيع خاصة بي جدا أنا وزوجي، ممكن أسرار. هل تنصح أني ألجأ لشخص
مجرد للفضفضة وللكلام، ولا المفروض العلاقة الزوجية تفضل سر بين الزوجين ما تطلع برا أي حدث أو أي حكاية أو أي مشكلة، المفروض أنها تفضل بين الأزواج؟ والله أنا رأيي كعبير أنها المفروض تكون يعني سرية بينهم وتكون يعني مع بعض، يعني حتى يعني كلنا ترى أحيانا نحتاج أنه نقول أي شيء، نتفضفض نتكلم، يعني أرجع إلى الكتابة وأسوي لك في صوتي وأقعد يتكلمك إن أحد قدامك، لأنه أتأكدي أنه الكلمة راح تكون يعني أي كلمة تقوليها وأي كلمة تنقال لك كردة فعل راح تتسجل عندك خلاص. مظبوط. فأحيانا صح زي ما تفضلتي أنه نحتاج بس نفضفض، ما أبغى حل، بس أبغى فضفض. وبالعادة المرأة هي كده تحب تفضفض يعني. طب هو ينفع أني أفضفض لزوجي منه؟ ايوه فضفض منه عادي، هذه لما يكون يعني هدف في ترى احلى حل. ترى يمكن الناس اللي يسمعونا يقولوا انتم قاعدين تتكلموا على اية الازواج دول مو موجودين، لا بالعكس الان صار مره في وعي، صاروا الازواج اصدقاء وازواج مع بعض، يعني يقدر يقول لها تقدر تقول له، بس اللهم انه تنتبه لو انت تبغى تفضفضي او هو يبغى يفضفض عشان تقدري تسمحي له وتعطي له مساحه انكم تتكلموا لبعض، لا يصير في تعليقات يعني مثلا يقول لك كذا تقول انت تسوي كذا، بالله في احد يسوي بالضبط. لازم اتقبل كل شيء، تتقبلي كل شيء، حط عليها 20,000 خط، كل شيء حكاكي عن بنات، حكاكي عن صحباته في العمل، حكاكي يقول ايه طيب اوكي. كان الشخص يتكلم للامانه مع مرايته، يس، او انه يعني خلاص مرايته، انا بتكلم مع مرايتي الحين، هو حوارك مع وتقبل اي شيء يعني. هو إذا يعني أنا بنصح كل المتزوجين ولا المقبلين على الزواج، أتعلمي أنك تكوني، ترى هي تدريب يعني. في بعض الناس يقولك لا صعبة أنه أقعد أقول له في أشياء ما ينفع أقول له، ما ينفع أقول، لا ينفع، في أشياء تقدر تقوليها. والله إذا متفاهمين كل شيء ينفع، كل شيء ينفع، حتى لو جبت يعني العيد ينفع تقولي إلا عشان لو هو فعلا يحترمك ويحبك وانت فعلا تحترمينه وتحبينه راح يسامح. ترى هي العلاقة تنبني، هي بناء بالضبط. يعني انت بتحطي طوبة بس حطيها كويس، لا تحطيها من ثقافة أنت عندك أو سمعتي من مدري مين أو أنه المفروض أو لازم، حطيها بناء على حبك ومن قلبك للإنسان من هذا. نعم. بالنهاية إحنا يعني يمكن كثير بنات يسمعوننا الحين أو سيدات، بشر والبشر يغلط. أحلى شيء يعني أنا دائما أقول عشان علاقة تستمر، علاقة صداقة، علاقة زمالة، علاقة أخوات، أهم شيء فيها طبعا أول شيء الاحترام طبيعي، ممتاز، ثاني شيء الصراحة، ما في أجمل من الصراحة، تريحين اللي قدامك وتريحين نفسك، حتى ما تجلسين أنه أنت تهدسين. طيب أستاذ عبير، خلينا نتكلم عن يمكن البنات اللي بانفعالية، ممتاز، تتكلم مثلا عن زوجها عند أمها، نبغاك بس توضحين النقطة اللي ممكن توصل لمرحلة أنها تكره أمها في زوجها. أيوة. وبعدين تجي تقول لا زوجي حبيبي برجع البيت. ممتاز. فالأم والأهل وحتى الأب يمكن والأخوان يكونون كارهين الرجال. يس. أنا بنصح يعني من منبركم هذا، بنصح يعني البنات أبدا ما تكلم أمك بمشاكلك، مو عشان زي ما قلت لكم مو انتقاص في الأم، ما انتقص فيها، بالعكس هي اللي ربتك وهي اللي علمتك ووصلتك يعني، واحترامي لهم كلهم، لكن كل ما يعني كل شيء تقوليه لامك اتاكدي انه راح يتسجل عندها كمان. مزبوط. فانت ترجعي خلاص، هو يجيب لك هديه يقول لك اسف، خلاص خلاص ترجع وترضي وكذا. الام ابدا ما تنسى، ما تنسى. يعني ابدا ما تنسى اساءه هذا الشخص لبنتها، ترى يكون هو شخص كويس بس كلنا نعرف وكلنا بشر يعني، احنا بنتكلم يعني الام ما ترضى على ولدها اي شيء ولا على بنتها اي شيء. أفهم الجملة دي مظبوط، إنك ما يرضى ولا ترضى على ولده ولا على بنته، ما ترضى شيء. مظبوط. فمجرد ما تروحي أنت تشتكي أنت فتحتي جرح الآن، كمان اشتكيتي مرة تانية جرح تاني ثالث رابع، ولا يتسكر عند الأم، ما تقدر تسكره يعني، حتى لو إنه بدأ يسوي مبادرات كويس وكذا، هي تفتكر إنه أداها في يوم في الأيام خلاها إنها تبكي في يوم من الأيام. فعشان كذا شوفي أنت مقاسك إيش والبسي، ما لك صلاح بأحد خلاص يعني، حاولي تتعلمي، حاول انت تتعلمي كيف تمارسي الحياه الزوجيه كويس، كيف تتعاطي معها كويس، المشاكل كيف تقدري تحليها بعيد عن يعني وش والدتك عشان لا تزعليها، واصدقائك وكذا خليكم في مرحله، ليش يعني خليكم في مرح يعني، ليش تروحوا مرحله الدراما انه كل ما تقابلنا هي كل واحده تقعد تحكي على جوزها وخلاص وانقلب الحكي، كل واحد يسب بطريقته وكل واحد
ليش؟ بالفعل يعني بتتجمعي مع صاحباتك، استغلي وقتك بانك تنبسطي، وقت لك هذا مستقطع، ليه جايب البيت معاكي كمان؟ بالفعل. صح؟ طب لمن يعانين واللي تمر بالفعل يعني مشكله زوجيه صعبه وتحتاج الى استشاره؟ ممتاز. لمن الجا وايش هي المعايير اللي اخذ فيها هذه الاستشاره؟ الاستشاره يعني اذا هي مشكله كبيره، او لانه احنا ما بنتكلم على قولهم انه عصافير وفراشات وكذا، يعني في مشاكل في الحياه وفي ضغوط ممكن نمر فيها، فمن هنا نرجع لمستشار خاص بالموضوع هذا. ما يعني استشير احد دارس، احد فاهم، ما يعني يجاوبني بالاشياء اللي هي الوعي الجمعي ولا بالخبرات. طبعا في خبرات مدمره ما تنفع، يعني ممكن يكون خبير بس خبير دارس وعارف انه كيف الحياه وممكن المشاكل تتحل. اي مشكله، ترى اي مشكله في الحياه الزوجيه اسوأ ما تكون في لها حل، لكن تلجئ للشخص الصح. اوكي، في بعض الناس طب ما عندها امكانيه او انها ما تقدر تطلع او كذا، ممكن في بطريقه الاتصال التليفوني كمان، ما تقدري ولا تتصلي ولا تروحي، ممكن يعني اليوتيوب صار جامعه، ترى اكتبي بس كيف اتعامل مع الشخص العصبي، كيف اتعامل مع الزوج، حتجيكي مقاطع اشكال. اكيد صح كثير. استاذ عبير، يعني بناء على خبرتك ما شاء الله في هالمجال، ايش تقدير الرجال ام النساء اكثر ثرثرة في موضوع زوجي ولا زوجتي قالت وحطت؟ والله للأمانة الرجال صايرين الحين قاعدين يتكلمون كل شوي يقولون لي ما يبغى لها سؤال. أنا صراحة أشوف أقول لك لا أبغى أقول لك في رجال يجوا يعني يدخل في مشاكل بسبب فضفضته الزايدة. هو بيفضفض. ايوه هو بيفضفض. ايوه ورط نفسه طبعا. ايوه يورط نفسه في اشياء على قول بايخة عشان كذا. فما يعني عموما يعني انا اقول لك نرجع لنفس النقطة انه ما نتكلم لاي احد، لانه في ترى بالنسبة كنسبة وتناسب لا، البنات اللي البنات اكثر شيء يعني يحبوا يفضفضوا بما انها بس في نسبة يعني من الرجال. ايوه في عشان بس يبغى لها سؤال يبغى ناكد على الموضوع. لا في الاستشارات نشوفهم وفي رجال أي. بس النسبة تظل يعني مرة بسيطة أي. البنات اكثر، فهم اللي لان المراه بما انها يعني مشاعريه وعاطفيه وكذا، فبسرعه مشاعرها تزعل وبسرعه تبغى تفضفض وبسرعه، لكن الرجال تحليلي منطقي فيشتغل. بس هذا شيء ايجابي، ايجابي انه الزوجين يفكروا انهم يروحوا لاستشاري مختص عشان يصلحوا من علاقتهم وحياتهم. في ناس على طول يلجأوا للطلاق وللمشاكل وكذا. صحيح صحيح، فهذه خطوه ممتازه يعني تحسب لي والله. في يعني خصوصا السنتين الاخيره يعني صار في وعي مره يعني كثير مره وكبير بانه يكون في جوده حياه في الحياه الزوجيه، يكون في جوده حياه. حتى في بعض الناس يجوني مخطوبين ويجوا يشوفوا ايش كيف التفاصيل، لانه تعرفي انه كل واحد متربي في بيت، كل واحد عنده ثقافه مختلفه وطريقه تربيه مختلفه، فاحنا نوصل لمرحله التوازن، ما نخلي احد يصير زي احد ولا هم واحد. اللي تعلمناه انه انت وهو واحد، ما في احد انت وهو واحد، هو واحد وانت واحد، انت اثنين. صح. فما في هذه ما يبغى لها يعني لا هذه لانه هذه تعرفي مشكلتها انه انت واحد خلاص، هي تيجي على نفسها هو وكلها يعني المراه بما انها مشاعريه تقدم تنازلات اكثر ايوه التنازلات تصير مره كبيره. يعني كوني نفسك كويس، اوكي ادعم الرجال هذا هو كمان يدعمك، خليكم مع بعض، يعني كل واحد له اهتماماته، كل واحد مو لازم كلكم مع بعض في كل شيء. ونتقبل الاختلاف اللي بيننا. طبعا طبعا لازم يكون في اختلاف، لو ما في اختلاف ما حتكون في سعاده. مظبوط. فالحياه تمشي بالاختلاف. يعني لو اصلا اول اختلاف انه في وجود ذكر وانثى، هذه الحياه كذا. لا صحيح. يعني الامانه الحديث معك لا يمل، بس صدمتيني انه في رجال يعني كتومين طلعوا وبعضهم طلعوا ثرثارين، لكن ان شاء الله ان في كتومين موجودين بس في ثرثارين وفي يعني فيهم طاقه الانوثه شويه اعلى، مو جرح في رجولتهم ابدا، ما هو كذا بقول، لكن لا يزعلوا الشباب كمان. لا ان شاء الله يزعلون علينا، لكن الفضفضه حلوه، وحلوه الفضفضه للطرف الاخر اللي انت معك مشكله، حلو انك تتكلم. لو وصلت لهالمرحله اعرف انه انت وصلت لمرحله جدا عميقه وانه انت وصلت مرحلة من النضج بالضبط. يعني عظيمة. أستاذ عبير الفخري شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الله يسعدك ويسعدكم إن شاء الله جميعا. نتمنى لكل المتزوجين حياة مرة كويسة. انتبهي وانتبه لحد يقول أسرار الأحد، خلي حياتكم سر سكرت.
وخدمتكم خلوها ذاتية عشان لا تاخذوا يعني خلوا الاستشارات معمرة وليست مدمرة، انتبهوا من الاستشارات المدمرة، وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك أستاذة عبير، نورتينا. الله يسعدك، خير ما ختمتي فيه. الله يسعدك. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي فاصل بعد مكملين. ضيفنا اليوم الفنان التشكيلي الأستاذ علي الشريف، واحد من أبرز مبدعين الفن التشكيلي، وينتمي يمكن إلى جيل الرواد في العصر الحديث. اهتم بجانب الحضارة القديمة مثل الثموديين العرب القدماء والذين عاشوا في العصر الحجري، ومزج ريشته بفن الجرافيتي وهواية الآثار. خلونا نرحب معنا في الاستديو بضيفنا الأستاذ الفنان التشكيلي وعضو جمعية جسفت الأستاذ علي الشريف. مساك الله بالخير، حياك الله. الله يمسيكم بالنور، ويسعدني صراحة اللقاء، وشكرا على الدعوة. شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم أستاذ. الله يسلمكم. بداية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى اللي من علينا بالصحة والعافية ومدنا بالعلم والمعرفة، وبفضل الله يعني بدينا في حضارة الثموديين العرب القدامى لعدة أسباب، منها أنه أثناء جولاتي الميدانية صادفني النقوش، والنقوش تأتي على هيئة رسم وتأتي على هيئة حروف، فعند تتبع الأحرف الثمودية شدني الموضوع أكثر، وصار عندي التصور، واجتمعت هوايتين، هواية حب الآثار مع الفن التشكيلي. فجت الفكرة، قلت أنا نفسي لازم أن الأشياء هذه تنقل من الصخور ومن الجبال، والمملكة بطبيعتها قارة، فالشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط مليئة بالنقوش، وأصبح هناك نوع من التجهيز والإعداد من ناحية اللي هو النقوش الملائمة أنك تضعها على اللوحة اللي تناسبها. كل لوحة من عدد 34 لوحة حاولت أنها تحكي نفس القصة وتتكلم عن الأنتروبولوجيا الإنسان والحيوان، حتى يكون المتذوق عنده قابلية التعرف على محتويات ومحيط اللوحة. فهناك لوحات تتكلم عن الزراعة، وفي لوحات تتكلم عن الصناعة، وفي لوحات تتكلم عن الفروسية وعن القتال، وأشياء كثيرة يعني متنوعة، ومنها عن التجارة وكيف العرب القدماء اللي هم أجدادنا، تاريخنا يعني. نعم، تاريخ العرب، فكيف أنهم كانوا يمارسون التجارة وكانوا يرسون قواعد اللغة على مستوى العالم، فهذه الفكرة. جميل، يعني جميل هذا الدمج ما بين أنك توثق هذه الحضارة وهذا التاريخ بالفن التشكيلي. صراحة الفكرة جديدة ومختلفة، لكن خلينا نتكلم على بعض العناوين لبعض أعمالك. آثارنا من أمجادنا، ثمود وما أبقى، حدثنا عن هذا الجانب والهدف من التسمية. بالنسبة للهدف من التسمية، التسمية جت بعد تجهيز كم لوحة كنت أستعرضها في المرسم، فأعطيتها الاسم أثارنا من أمجادنا. كل إنسان مهما كان موطنه، مهما كان يعتز بمحتوياته، والآثار من الأشياء اللي تقوي الانتماء عند أفراد المجتمع وعند أبنائنا، ويعتزون بوطنهم ويتفاخرون. أي أمة لا يوجد لها آثار تصبح أمة سلبية مكتسبة، لكن الحضارة اللي أنا دخلت فيها وهي تعتبر من 6 حضارات في جزيرة العرب، فبديت بالعرب الثموديين القدامى والإنسان الأول
يعني نلاحظ في بعض زي اللوحة اللي هنا أنه فيه ثلاثة أشخاص معهم دروع وينسبون إلى أمة من الأمم. لم يوجد يعني على النقش الصخري ما يثبت، بعكس المجموعة اللي في اليسار اللي هي زي الأسدين والناس اللي يصيدون النعامة، هذه عليها أحرف ثمودية فتنسب للثموديين. النقوش الموجودة في المملكة هناك مناطق ثرية ولها الأولوية وتعتبر مسرح، يعني تعتبر في نظري مسرح للأثار، لأن الإنسان القديم كان القائد أو كان قائد الأمة أو قائد الفريق يصطحب معه فنانين، منهم اللي أطلق عليهم حديثا الجرافيتي، ويقومون يوثقون بالأشياء هذه على الصخور في المواطن اللي يمكثون فيها فترة طويلة. في عندنا برضه اللي هو موضوع التسمية أعطتني أكثر، لأنهم اشتغلوا في مجال التجارة، فأثارنا من أمجادنا حبيت أن يكون عنوان نعتز فيه وأطلقته من 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 شغفي وحبي للوحات. رائع لوحاتك للأمانة، ألوانها مليانة حياة، يعني زي هذه مثلا اللي قدامك أستاذ علي، حكينا عن هاللوحة، أنا شايفة رموز كثير فيها، يمكن هي لاحظت ما فيها حروف صح؟ ما بس فيها. نعم. رسمات. بالنسبة للوحة هذه طبعا هذه تتكلم عن لغات الكهوف في المملكة العربية السعودية. نعم. هذه بدأت فكرتها كيف أني أنا أعمل تجمع لهذه العناصر والنقوش الموجودة في مناطق المملكة. نعم. هذه من زياراتك ومما شاهدت؟ من نتيجة زياراتي الميدانية. عملت على وضع الخريطة باللون الأزرق، ووضعت اللي هو العصر اللي كانت النقوش أو وضعت على الصخور اللي هو المناخ الرطب. كانت الجزيرة العربية في حالة مناخ رطب، وهو يمتد من 3000 سنة قبل الميلاد إلى 12000 سنة وأكثر. كانت فيها أنهار وكانت فيها ثلوج، ولا زالت حتى نلمسها إلى الآن شمال المملكة، إذا جاء فصل البرد نشوف أنها ثلوج أكيد طبعا. فالشيء هذا أنا وضعت قاعدة الخريطة علشان يكون فيه نوع من التثبيت ونوع من الجاذبية والذائقة البصرية. رائع. نعم. طيب اللوحة اللي بعدها برضو لفتت نظري، حسيت أنها كأنه فيها حروف بس هي مش ما هي حروف، فكلمنا عنها أكثر. بالنسبة للوحة هذه هذه نتيجة زياراتي المتاحف على مستوى العالم، وكنت أقدم إجازاتي وأطلع وكنت أدخل متحف من ضمن الزوار خارجيا، يعني أستذكره وأدخل، فجمعت الأفكار ومن كتب ومكتبات أجنبية وداخل المملكة ودول الخليج، وهي عامة، اللوحة هذه عامة وهي مجسدة، تختلف عن اللوحتين الأخرى اللي هي بالرسم. كيف يعني؟ هذه مجسدة يعني كل عنصر يأخذ أكثر من طبقة، يمكن 3 طبقات حتى يأخذ اللون النهائي. نعم. يعني في اللمس تحس ببروزها أكثر. فهذه تتكلم عن لغات العالم، وهي كانت منطلق الإنسان من قبل أن يتكلم أو أن يوجد الحروف في بالعربي أو باللغات الأخرى. فكان هذه منطلقهم، بحيث أنه إذا بغيت شيء معين أنا أطلع لي من الرسمة هذه شيء، والطرف الثاني مثلا يتفاهم معي ويعطيني نفس طلبي، لأن الناس ما كانت تتكلم. رائع، حتى ألوانها يعني للأمانة من تحت أنا لاحظت أن هنا في أسود أو اللون الغامق أكثر من فوق، وش يعني إيش يرمز لهذا؟ هذه ألوان الكرة الأرضية.
تأخذ بنسبة ثلاثة على ثلاثة بالنسبة للمياه بالنسبة لليابسة. فعملية التموج ترجع للطبيعة وترجع للبحار والتنوع البشري الموجود على العالم، بحيث أن يكون لها ذائقة بصرية عميقة جدا. لوحك يعني للأمانة أنا مرة يعني قاعدة أستمتع وأنا أشوفها، قاعدة أستمتع أكثر وأنت تشرح، لأن لها معنى ومعنى ما هو بسيط للأمانة أستاذ علي. طب مشاركاتك حكينا عنها، والمحافل المعارض اللي شاركت فيها. والله بالنسبة لمشاركاتي الشكر يرجع لله ثم لمن دعمني يعني في العملية الفنية، اللي هي الدكتورة منال رويشد والدكتورة هناء رويشد. نعم. وسعادة المستشار للفنون التشكيلية اللي هو الأستاذ فهد ربيك. نعم. تواصلوا معي، بذلوا الجهد، شاركت في معرضين اليوم الوطني ما شاء الله، وشاركت في المعرض الأخير اللي هو رواق جبست. نعم. وكان عدد اللوحات 34 لوحة. اي نعم، والعمل متواصل وانا شغال الان في لوحه. ما شاء الله ما شاء الله عليك استاذ علي. يعني من خلال ترحالك وزياراتك للمتاحف مو بس في السعوديه كمان حول العالم، ما المشترك اللي وجدته بين هذه الحضارات كلها؟ والله المشترك اللي هو الثراء الاثري. لديهم اعتزاز بموروثهم وهذا اثر فيني كثير. دخلت متاحف، الرابط اللي يجذبهم أكثر أنه تسمى فيما أقدر أطلق عليها اللي هي القوى الناعمة. مزبوط. القوى الناعمة اللي زي الآثار تعتبر من الأشياء المساهمة في بنائها، فالاتجاه لها يسعد الزوار والسواح اللي يقدمون للمملكة. فلها تأثير وفيها تأمل وفيها استقطاب وفيها تفكير، يعني تمد الإنسان بثقافة مستمرة وأجيال متعاقبة. طب أستاذ علي، بس قبل ما نختم معاك الحلقة، أنا يعني صراحة فيني فضول، ودي أعرف يعني هذه أكيد لها معاني، بس تقدر تقول لنا شيء إيش معناتها مثلا هذه الرموز غير الصور؟ إيش ترمز لها أو إيش معناتها؟ والله فكرة اللوحة هذه أثناء مروري في متاحف دولية وجدت أن بعض الحضارات عندهم قواعد أساسية لآثارهم، فجت علي الفكرة هذه أني أعمل، وجدت الهيلوغرافيا الفرعونية وجدت الهيلوغرافيا الثمودية الهندية ولقيت الهيلوغرافيا اليونانية، جت على بالي اني اجيب الهولوغرافيا العربيه الثموديه اللي هم اجدادنا. جميل. ايوه وهذه هي يعني. اي نعم، فوضعتها انا كرموز وتبقى قواعد للاكاديميات والجامعات في المستقبل، ورايح ان شاء الله انه يعني سمو وزير الثقافه قبل فتره وافق على الكتيب. نعم. وإن شاء الله أنه يشرح الأمور هذه إن شاء الله. الله، وإحنا ننتظر هذا الكتاب الأمان، لأنه من جد في فضول. يعني أنا متأكدة كثير مشاهدين يمكن صابهم نفس الفضول، وذكرني بعض الرموز يمكن برموز الأبراج اللي نشوفها اليوم، الرموز الأبراج كيف أشكالها ومضلعات وترمز، بس إحنا خلاص صرنا نربط. هل هي يعني تعتقد أن لها علاقة أو مشابهة لها، أن الأبراج كيف رموزها اللي يكتبون فيها؟ الأبراج إيش تقصدين يعني؟ الأبراج الفلكية مو لها رموز معينة؟ والله شوفي، أنا عندي هنا لوحة لا أستبعد كلامك، لكن قد يكون فيها، لكن الأكيد أنهم يضعون، أني أنا عملت الشيء هذا واختزلته بناء على النقوش الصغيرة الموجودة على الصخور. على الصخور. يعني كل نقش يدل عن شيء، فهذه رائع. مثلا عن الزخرفة. هذه اللي هنا. هذه عن الزخرفة. نعم. هذه عن شخص يقف ومعها القوس وكيف يكون وقوفه. هذا يدل على نوع من أنواع الأسلحة لديهم. وفي نفس الوقت أخذ فيما بعد حرف ثمودي.
لأنها كانت الأحرف تمشي معهم في لغتهم بناء على ما يرون في مواصفات الإنسان وحركته. أكيد. وحركة الحيوان رائعة جدا. يعني لولا الفنون سواء الرسم أو النحت أو الفن التشكيلي لما وصلت إلينا هذه الحضارات وهذه الثقافات، وهي لغة لا تحتاج إلى الكلام، يعني بمجرد النظر إلى هذه الرسمات بنتعرف على حضارات أمم سابقة كثير. إيش نصيحتك للجيل الحالي للشباب والبنات المتوجهين إلى هذا الفن، الفن التشكيلي وأهميته أنه ينقل ثقافتنا وينقل تراثنا للعالم؟ قبل النصيحة أنا أقدم من عندي فكرة بأن كل لوحة، وهذا إن شاء الله وعد يصير، أن كل لوحة يصير لها في الخلف غطاء تسحبه وتحصل على المعلومة اللي تخص العنصر اللي موجود على اللوحة. رائع. وأنا في طور إن شاء الله هنسق مع أحد المصممين في المجال هذا إن شاء الله، ونشاهد إن شاء الله قريب. نوعدهم بشيء واحد، اولا انه يجب نقول هذه اثارنا من امجادنا، يجب علينا ان نفتخر فيها وان نرى ما هو افضل ان شاء الله لبلدنا، وان يعتز الواحد وهي تعمل على الانتماء، انتماء الشخص ببلده، وتعطي نوع من القدره في التفكير وفي الفهم والثقافه. بالفعل. شكرا لك أستاذ علي الشريف، شكرا لوجودك معنا، جدا فخورين بك وبهذه الأعمال القيمة اللي تعتبر كأرشيف لهذه الزيارات اللي قمت فيها والتعرف على الحضارات العالمية. شكرا لكم مشاهدينا، لا تنسوكم تفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي. انتظروا المزيد بعد الفاصل. في تقريرنا التالي رح نتعرف على مدربة رياضة دخلت مجال التمارين الرياضية بالصدفة وتدرجت فيه حتى أصبحت مدربة رياضة معتمدة متخصصة في نشر التوعية بكيفية حمل الأثقال وعمل الكارديو والتمارين بالشكل الصحيح. خلونا نتعرف على المدربة أمل الأكراف في التقرير التالي. بدايتي من 8 سنوات، كانت في البيت كبداية. أول شيء ما كان وقتها، يعني كان في جمعات، كان الجمعات عندنا بالنسبة لنا في المنطقة قليلة مرة، وما كان في الحديد يعني عندنا في ذاك الوقت، كانت بس سويدي. يعني من أنا أبغى أشترك في أي جيم كان نظامهم سويدي بس. فأنا بدايتي كانت في البيت، تمرنت في البداية، أول شيء كانت بداية كارديو بس، حبيت بعدين الشغلة لين ما تطورت فيها ودخلت بعدين عالم رفع الأثقال. دائما البنات يقولن في الأخطاء إذا ما كان عندها معلومات كافية أو إنها لجأت الأشخاص مختصين لهذا الشيء. عندك مثلا من الأخطاء تمرين السكوات، أغلب البنات يقدمون الركبة عن الرجل، يعني عن أقدام أصابع الرجل، فهذه أكبر خطأ يصير لنا دائما وإحنا نشوفه يعني أغلب المشتركات. فنحاول إن نصحح لهم ونعلمهم إن هذه الطريقة لا غلط، فنعلمهم الطريقة الصح كيف إنهم يطبقون التمرين بالطريقة العادلة. تنفع حق الترهلات إن كانت بسيطة وإن كانت متوسطة، تنفع الرياضة إنها تشد الجسم، بالعكس راح تعطي قوام مرة، راح تعطي قوام زين يعني حق الجسم. بس الترهلات الشديدة للأسف ما راح تنفع مع الرياضة مهما سوت مهما رفعت من أوزان، وهذا أكبر غلط يصير عندنا في أغلب النوادي، تصير إن المشتركات يفكرون إن لما تشيل أوزان راح تنفع معها حق الترهلات الشديدة اللي عندها، بس للأسف ما تنفع، لازم تلجأ لعمليات التجميل. تنفع الرياضة حق النساء الحوامل، تقدر تشيل الأوزان اللي هي تشيلها يعني عادي، بس من شخص لشخص أكيد يختلف. إذا كانت هي، هل هي كانت تمارس الرياضة من قبل لا تحمل أو بعد ما حملت هي بدأت الرياضة، من شخص لشخص هو اللي يحدد ذا الشيء، وأكيد الطبيب المختص هو اللي يعطيها إذا هي كانت تقدر أو ما تقدر، راح تساعدها على الولادة. الكارديو يناسب كل الفئات، إن كان صغير، إن كان شخص كبير، إن كان شخص بالغ، يناسب كل الفئات العمرية. هي تحسن من دقات القلب، وكي تحسن من اللياقة، تحسن من المزاج،
تخسر وزن، اللي حاب يخسر وزن واللي حاب انه يعني يعدل لياقته اكيد الكارديو مناسب. شوف انا كانت بدايتي هي الكارديو، انا كنت اعاني من كسل كنت يعني ما عندي لياقه نهائيا، فكانت البدايات حقتي هي الكارديو، كنت اسوي كارديو بس. بصراحه حسيت بنتائج مره حلوه، هي اللي حببتني اساسا في الرياضه. انا من عشاق الكارديو ومعروفه بذاتي، في البدايه لازم يحمي اول شيء 5 دقائق الى 10 دقائق الى 15 دقيقه اذا هو حاب، بعدين يبتدي بالتدريج يزيد السرعه او يزيد من معدل رفع الكارديو. اني مارس رياضه الكارديو بحسن من عمليه الايض في جسمه، راح يرفع من معدل دقات القلب، راح يخسر وزن اللي حاب يخسر وزن، واللي حاب يثبت على وزنه يعني ما حب خسارة الوزن يسوي ساعات قليلة. أكيد الإقبال للنساء بصراحة كل شيء، هو خسارة وزن، هي تحسين المزاج، هي من الضغوطات النفسية اللي تمر، يعني يجونا كثير حالات ما تبغى تخسر وزن ولا تبقى قوام ولا تبغى أي حاجة، بس تبغى تعدل من مزاجها، من ضغوطات اليوم تبغى أنها تعدل من مزاجها. برنامج رياضي بدون برنامج غذائي ما يصير، لازم الاثنين يكملون بعض. يعني إذا أنت تبغى تخسر وزن لازم تنظم أكلك، إذا أنت تبقى قوام منسوق لازم تسوي رياضة، فالاثنين يكملون بعض أكيد. يعني تترك حاجة وتخلي حاجة ما يصير، لازم الاثنين مع بعض تجمع الاثنين، لأن التغذية هي الأهم أكيد في جسم الإنسان. يعطيك العافية أمل الأكرف، وشكرا على كل النصايح اللي قاعد تقدمينها لنا أكيد، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق. وقلتي نقطة يمكن مهمة اللي هي التمارين من غير برنامج غذائي صحي أو نمط حياة صحي بشكل عام ما تكون فائدتها ممكن مثل ما إحنا نبغى، ويمكن ما نشوف النتائج اللي إحنا نبغاها. عموما تقرير جميل، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدين لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي. فاصل بعدين نكمل. قد يختلف البعض في إيجاد تعريف للحب لدى كل من المرأة أو حتى الرجل، فالحب بشكل عام يعني الكثير من المشاعر المركبة والتي يختلف كل منهم في التعبير عنها. ولكن لماذا أو ليش غالبية السيدات يعانين من صمت أزواجهم وعدم التعبير عن مشاعرهم العاطفية تحديدا؟ هل لأن المرأة يمكن أكثر اهتمام بالحب، أم أن الرجل يعبر عن الحب بطريقة غير مباشرة، يمكن بطرق مختلفة أو على طرق أشياء يسويها أو أشياء يقدمها، وعلى المرأة أن تستوعبه؟ طبعا راح نحكي في هذا الموضوع وتفاصيل مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو اليوم الاستاذ عبد الله العرفج، مستشار اجتماعي ومدرب معتمد في تطوير الذات. حياك الله ومساك الله بالخير. الله يحييكم ويسعد الله مساكم. هلا وسهلا استاذ عبد الله. بدايه يعني الحب دائما شغل الناس الشاغل، حتى اللي ما هم متزوج ولا علاقه بس يحب يسمع اغاني حب، يحب يوجع نفسه يسمعون الاغاني اللي حتى يمكن تضيق صدورهم، هم ما لهم علاقه. ليش متداول بين الناس أن المرأة إذا حبت تحب أكثر من الرجل؟ هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا بحكم أن المرأة ذات مشاعر يعني وأحاسيس، هي النمط غالبا يعني يغلب عليها النمط الحسي. نعم. فهي بشكل يعني أكثر بتكون دائما فيها مشاعر، بتتفاعل مع الحب مع أي علاقة جديدة. هو طبعا الرجل أثبت في الحب، المرأة غالبا يعني عالي الحب او الكره، يعني نقول اذا يعني عكس، لكن في صراع ابدي بين الرجل والمرأة. يعني دائما هم بيقولون والله الرجال يعني غير جيدين، يعني المرأة دائما بمواقع التواصل الاجتماعي انه هذا الرجل مستبد او هذا الرجل متسلط، او يعني يقف احيانا امام تقدم المرأة عائق في الوظائف المهنية. لكن عكس الرجل، الرجل دائما ينظر للمرأة أن هذه الأم، يعني ولدتنا وربتنا، هذه المرأة أخت يعني عاشت معنا وتطبعنا بطبائعها، كذلك هي الزوجة نجد عندها الحب والحنان والدفء.
فيختلف. المرأة غالبا هي لما تكون ما أخذت تجربة الزواج، النساء بشكل عام الذي ما أخذت تجربة زواج تجد الرجل هذا يعني جميل في نظرها. معظم اللي خاضوا تجربة مثلا علاقة أو غرام أو زواج تجدون لا يعني عندها مع الرجل تصادم، يعني كل فتاة بأبيها معجبة. مظبوط. يعني معنى ذلك أن الرجل جميل. إيش معنى لما مثلا خذنا تجربة مع هذا الرجل أنه طلع منه جميل؟ لا، بشكل عام الرجل هو الأب، هو أول حب في حياة الفتاة، كما أن الابن هو أول بطل في حياة تشوفه كامل. أستاذ عبد الله، يعني تشوف أبوها كامل خلاص، حتى لو في عيوب الدنيا ما تشوف. نعم صحيح، عشان كذا أكيد. طيب، هل الرجل بطبيعته خلينا نقول الذكورية يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره؟ يجد أنه هو لا يتواصل مع جانبه العاطفي؟ هو يحب أنه يكون يعني عشان صورته كرجل ما تهتز؟ طبعا هو طبيعة الرجل أنه صامت ثقيل بمشاعره، يعبر عن مشاعره بطريقة أو بأخرى يعني بدون ما يظهرها. إحنا المشكلة أنه قد يمر بفترات، فترات يعني مثلا مشاكل ديون أو مشاكل يعني عمل أو مشاكل يعني عوامل نفسية مثلا أمراض ما يبغى يفصح فيها للمرأة. لكن أحيانا هي المقارنات المشكلة، أنه مثلا زوج أختي مثلا غير يعني مع أختي، مثلا أخوي مثلا مع زوجته غير، مثلا هذه المقارنات هي اللي مع الوقت تؤثر على نفسية المرأة، بالتالي تصل إلى أن هذه الحياة غير جيدة أو أن هذا الرجل غير جيد. نعم. أو أنه ما يحبني. أي هو طبعا هي ترمز لهذا الشيء. مظبوط. نعم. لكن هو الرجل يعبر بطريقة أخرى، عنده عدة يعني طرق يقدر يعبر فيها. زي إيش مثلا يعبر؟ هناك عوامل داخلية نسميها عوامل خاصة في المرأة. نعم. عوامل خاصة عامة نسميها. الخاصة طبعا أنه الرجل يحب أن ينظر لهذه المرأة، يحب أن يفضفض لها، يبتسم إذا رآها، يتصل عليها دائما حتى وهو في العمل مثلا أو في أي مكان إذا كان خارج. هذه كل عوامل أيضا يهتم فيها، يوصلها المستشفى، يعني يحب يقدمها إلى يعني أقاربه، إلى يعني يتكلم باسمها عند زملائه. هذه يسمونها علامات خاصة بالمرأة. هناك علامات عامة ألا وهي أنه الاهتمام بالمنزل، الاهتمام بالأبناء. هناك من تشتكي تقول والله هذا الزوج ما يهتم فيني، لكن يهتم في أبنائه. مظبوط. هو يفكر بسفرهم، يفكر في يعني أنه بهدايا لهم، يتابع مثلا مراحل الدراسية، يأمن مستقبلهم. هذه كلها يعني عوامل عامة في المنزل. يحب مثلا يعمل صيانة للمنزل، يعني يأثث، يتكلم دائما بالمستقبل بين الحياة الزوجية. طبعا ما في رجل كامل، بس احنا لو يعني شفنا هذه الخاصة في المرأة وترك الأولاد أو هذه وترك الزوجة يظل برضه شيء جميل يعني. طب في بعض الرجال يسووا يعني زي ما ذكرت، بعض الرجال يعبروا عن حبهم بالفعل، وبعض الرجال لا، لسانهم حلو يدلعوا ويقولوا كل شيء. ليش في رجال كذا ورجال كذا؟ هم طبيعة الرجال، بعض الأنماط لها دور طبعا. في الرجال مثل يكون سمعي يهتم بالكلام، أو هذا بصري يهتم بما يشاهده في المنزل. أحيانا المشاعر طبعا تكون برضو لها دور، لكن احنا ما نقدر نقول لماذا مثلا هذا الرجل كذا. أحيانا زي ما قلنا عنده ظروف، عنده فترات يمر فيها أو الثقافة المجتمع التنشئة انه انت ولد انت رجال انت خليك كذا، لا تقول الكلام، لا عيب. انت طبعا لها العادات والتقاليد والنشأة وهذه كلها تدخل في هذه. مظبوط. طب استاذ عبد الله، كلمه حب كبيره مره. الحب طبعا ما يقتصر على الزوج او الزوجه، وكلنا عارفين الحب يجي من العائله، نحب اطفالنا، نحب اخواننا، نحب شغلنا، نحب بيتنا، نحب انفسنا. صحيح. فالشخص إذا ما كان يعني يحب نفسه ويحب البيئة اللي هو فيها حيكون صعب عليه أنه يحب. لكن الحب بشكل عام له مراحل طبعا، ولا هو مرحلة واحدة؟ لا، هو له مراحل احنا نسميه ما قبل النضج اللي بسنة المراهقة، وهو يتحكم القلب يعني بالعاطفي دائما. صحيح. ما يدخل فيها العقل، لذلك دائما تبقى فوارق يعني بدرجات بين الشخص الحاب والمحبوب. نعم. لكن ما بعد النضج هو العقل دائما يكون متقدم على القلب. احنا نسميها دائما انه هذا الرجل في عمر متقدم. قبل ما يحب يفكر هل هذا الشخص مناسب ولا لا. لذلك الحب في يعني عند هذا الرجل هو قرار. دائما النساء يقول لك لا هذا هو قدر. لا، هو اللقاء الاول هذا قدر.
لكن أنا أحبك أو لا، هذا قرار أنا بناء على يعني هل أنت تحتاجك أنا أو ما تحتاج. أحيانا تكون تناسب وقت معين في ظروف أنا أتخذ أشوف أن الشخص هذا مناسب للحب، لكن هو قرار ليس قدر. هذه المراحل، ما قبل المراهقة، ما قبل النضج، وما بعد النضج. بس أهلنا يعني ما أحس إن في أحد يحب أمه شوي بعدين صار يحبها مرة، خلاص إحنا من يوم ما انولدنا نحب أمهاتنا نفس الحب لين ما يعني نكبر، ونفس الشيء مع الأخوان، نفس الشيء مع الناس، يعني وش الفرق؟ هو كل الموضوع حب. أي إحنا طبعا الأم يعني ما في شكل الأم ينطبق عليها، إحنا دائما كلمات نسمعها كلها متداولة، أحبك لو تحب غيري وتنساني وتبقى بعيد عشان قلبي يتمنى يشوفك كل لحظة سعيد. هذه الكلمات لن تجدها في إلا قلة من النساء، هي تجدها في الأم. صح. عندما يذهب الابن يتزوج ويروح أو مثلا يروح خارج مثلا البلاد وكذا، يظل حبها دائما، يعني إحنا نسميها دائما اللي هو التملك، من التملك ممكن نناقش هذا الموضوع، لكن الحب الأم غير يعني يختلف. جميل. طيب بعض الرجال يعني يتزوج ويعيش طول عمره مع يعني مع زوجته لين ما يكبر في السن، خلاص يتعود عليها، تفضل هي يعني ما يقدر يسوي أي شيء من غير وجودها في حياته، مو شرط إنه يعبر بالحب بالكلمات، ولكن العشرة هذه هي اللي تخليه يتمسك فيها. لكن في بعض الآخر بنشوف بعد 50 تحديدا يرجع الرجل مراهق مرة أخرى. أنا لا أعلم، أنا طبعا مستحيل أعمم طبعا، لكن لا أعلم هل هي أسباب تعلق بالهرمونات، أسباب نفسية، إيش الأسباب اللي الرجل يشعر فيها بالمشاعر العواطف الفياضة هذه اللي يبغى يتزوج واحدة صغيرة ويبغى يجدد شبابه؟ هو طبعا المرأة في الأربعين إذا قاربت على سن الأربعين، نفس ترى مشكلة الرجل إذا قارب على الخمسين، هي فترات إلى 45 يتراجع أو يهدأ هذا الشعور لدى المرأة، والرجل بال55 يهدأ هذا الشعور، خلاص يكون عندهم قناعات. لكن أكيد إنه كل إنسان يبغى يحس إنه هو شباب، هو لسه باقي يعني. بس يبحث عن الحب، يعني تلاقي مشاعره ما شاء الله جياشة. الحب لا ينتهي حتى آخر نفس، يعني الحب يتجدد، الحب حتى يعني أوكي مثلاً ما للحب أو الحب للحب الحبيب الأولي، لكن برضه ممكن يتجدد. ممكن. يعني إذا أهمل الإنسان الشخص الثاني يتجدد الحب في وقت يعني آخر. ولا في ناس عندهم قناعة يقول لك أنا مرة واحدة أحب في حياتي خلاص. صح. مرة واحدة مستحيل. الباقي ما هو بحب، ممكن يكون احترام، ممكن يكون. وعلى هالطاري يمكن في كثير ناس بيزعلون مني، يمكن أكثر الرجال اللي بيرجع مثلا يتزوج طيب على زوجته دائما يقول انا والله ما احبها، بس هي ام عيالي، انا احترمها واقدرها بس ما احبها. نعم. يعني هذول الناس او غيرهم انفصام ده، هو ما ادري والله يا ريم صراحه. بس يعني هو افتكر انه ما يحبها بعد 30 سنه زواج مثلا، يعني بالضبط. لما خلاص يعني الحرمه افنت حياتها معه. عموما استاذ عبد الله، يعني كيف الشخص يعرف انه فعلا قاعد يحب؟ كيف يتاكد انه هو في حب؟ لا هو يعني ما له علاقه مثلا، خلي الاحترام وارد بحب او من غير حب لازم، لكن نتكلم ما هو تعود، ما هو اعجاب، ما هو يعني انه خلاص تعود ان هذا الشخص في حياته فهو يحسب انه حب، بس هو الحقيقه مو حب، لانه لو يحبها صدق ما كان راح حب واحده ثانيه اصغر منها 20 سنه. صحيح. الحب هو الاحساس فقط، يعني نلخص الحب إحساس. إذا أنت بتحس فيني قبل أتعب، قبل أجوع، قبل يعني وأنا في حالتي النفسية، يعني كل هذه دليل على الحب. إحساس. أوكي أحيانا يكون في العشرة مثلا احترام أو تقدير، بس هذه يظل برضه حتى الاحترام هذا من الحب. أنا أحب الشخص يعني احترام تقدير، هذا كله داخل ضمن الحب، لكن الحب درجات طبعا. لكن أيضا احنا ما ننتقل الى مثلا احنا نقول المعاناه، ندخل في شيء اسمه معاناه وعوامل نفسيه. اما طالما انه فيه يعني احترام وتقدير هذا يظل احترام. والعشره وتقدير العشره بين الزوجين يتهيألي هذا اهم شيء كمان. الغيره في الزواج، سواء غيره المراه على الرجل او غيره الرجل على المراه، هل هي تعبر عن الحب ام هي قاتله؟ اذا كانت عاديه نعم، بالنهايه عندنا مشاعر وحاسيس اكيد اني بغار، لكن هناك غيرة المرضية. نعم. الغيرة المرضية إذا زادت ندخل في حب التملك. نعم. التملك اللي هي السيطرة، أني أنا أتابع هذا الزوج وين راح وين جاء ومع مين، حتى بعض الزوجات يعني تصل إلى يعني تتابعه مثلا في مع جلسات مع أصدقائه أو في سفره. صح. يعني شيء يعني
كثر انا بتلقى استشارات مثل هذه، لدرجه ان بعض الزوجات ذهبت الى البلد الدوله اللي سافر لها زوجها عشان تشوف هو كيف يعني ايش بيسوي هنا، ايش بيسوي صحيح. فهذه نوع من انواع يعني الغيره. وقلنا انه اذا فعلا احنا يعني احنا معنى الحب اني اشوف السعاده في عين من احب. الله صح. سواء تزوج علي سواء راح، يعني انا اكون في خط ثابت. الرجل أيوة نعم. حبك لو تحب غيري، حبك لو تحب غيري. يعني طب هذا يجيب لنا سؤال، هل ممكن يعني احنا كبشر قادرين ان احنا نحب شخصين في نفس الوقت؟ الرجل المرأة لا. يعني استاذ عبد الله يعني ختامها يعني قلت الحقيقه يعني للرجل يعني يقدر يقسم قلبه على اكثر من شخص. يعني شكرا لك استاذ عبد الله، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم العافيه، جزاكم الله خير. مشاهدينا انتظروا المزيد بعد الفاصل. زمان لما كنا صغار وكان الويكند خميس وجمعة فكنا ننبسط مرة بيوم الربوع ونشوف أن يوم الربوع هو بداية الحياة الجميلة وبداية الفسحة. وبعض الناس يقولوا كمان أنه يوم الأحد بحكم أنه بداية الأسبوع الآن، أنه يوم الأحد بأجدد فيه نشاطي وأكون بكامل نشاطي وأحب أروح شغلي وأتحمس للعمل وأكون بكامل نشاطي. وطبعا في ناس تقول أنه تختلف الأيام سواء ويك إند أو بداية أسبوع، أو حتى ممكن نلاقي بعض الناس في وسط الأسبوع يتحمسوا ما أدري ليش فجأة تجيهم الطاقة في وسط الأسبوع. سلفتنا اليوم أي يوم في الأسبوع تزيد فيها إنتاجيتكم وليش؟ طبعا شاركونا على هاشتاج السالفة وما فيها، وأيضا هاشتاج برنامج سيدتي. طبعا ضروري أسألك مها، إيش هو يوم الأسبوع المميز عندك واللي تحبيه؟ طبعا يمكن زي أغلب الناس الخميس أكيد هذا شيء طبيعي. لا صدق ولا سواء داومت ولا ما داومت ريم أنا أحب الخميس. ليه إحساس في كذا يعني حتى الأيام اللي يكون فيها شغل يوم الخميس وحتى الجمعة أحيانا عادي أوكي حتى لو دوام، بس كده تحسينها خفيفة أصلا. أحب يوم الثلاث ما أدري ليه، يوم الثلاث حلو يعني أحس فيه كذا خلاص أنه خلصنا أنجزنا نص الأسبوع بقى يوم أو يومين ويصير ويكند ما أعرف ليش، بس يوم الثلاثاء أحب أسوي فيه شيء، أحب أروح قهوة، أحب مثلا أعزم واحدة من البنات. أحس فيه دمه خفيف يوم الثلاث صح صادقة. يعني حتى أتذكر زمان لما كان يجي يوم الثلاث أنه خلاص بداية الويكند يعتبر هو يوم الثلاث. يعني بالفعل بعض الأيام بتأثر فينا وإنتاجيتنا يمكن تزيد. بالنسبة لي أنا أحس أنه أحب أشتغل في الويكند، الويكند أحس دائما خفيف مهما كان صح هو نفس الدوام ونفس الشغل، لكن كده أحس إن الشغل في الويكند خفيف جدا يعني، وأحب إني أقضي يوم الأوف حقي في وسط الأسبوع. ما أدري أنا عكس الناس. أنا أقول لك ليش، لأنه ما شاء الله عليك يعني لما تطلعين في نص الأسبوع وعندك تخلصين شيء أو مثلا حابة مثلا تطلعي مطعم هدوء، الناس عندهم دوام فأنتي مره صح. انا ما احب الزحمه انه بتروحي براحتك، المطاعم فاضيه، الكافيهات فاضيه، الشوارع فاضيه، خصوصا لو خرجتي كده في الظهر او في العصر صح. يعني انا صراحه هذه اجوائي. عموما خلونا نتابع استطلاع الراي اللي سويناه عن ابرز ارائكم عن هذا الموضوع. اللي هو تقريبا اللي هو يوم الثلاث، لأن الأحد بداية الأسبوع فتكون أقل إنتاجية ممكن متقبل الأسبوع، ويوم الخميس تعرف أنت عبد الويكند جاي فتقريبا الثلاثاء والأربعاء. أكثر يوم أحس فيه إنتاجية غالبا يكون يوم الأحد، لأنه بداية الأسبوع تكون راجع من عطلة فتكون مستعد، يعني اليومين اللي ريحت فيها تساعدك أنك تنتج في اليوم الأول في العمل. تقريبا يوم الجمعة لأن يكون يوم العائلة، و الايام الاسبوع تكون دراسه يعني ما يكون فيها اي شغله، يوم الجمعه يكون فيه مساعده الاهل تطلعهم نقضي اغراض البيت تخلص معهم كم شغله بعدها عاد باقي الوقت نستمتع فيه. طبعا هو يوم الاحد وتحديدا لانه يوم الخميس والجمعه وكذلك السبت يوم اجازه، فيوم الأحد يكون يوم الإنجاز ويكون واحد فيه في نقوة صفاء جميلة جدا ينجز فيها أعماله ويكون فيها أفضل حال لما ينجز أعماله، هذا شيء طبيعي جدا.
جميل الآراء، يمكن اختلفوا الناس ما بين وسط الأسبوع يكون عندهم إنتاجية، وأنا صراحة أتفق مع هالكلام، لأن نهاية الأسبوع دائما نبغى نشوف العائلة، نبغى نطبخ طبخة حلوة، نبغى نروح مطعم حلو، نبغى يعني الواحد شوي يلتفت لنفسه ويرجع يشحن طاقته عشان يبدأ الأسبوع أو يوم الأحد بكامل الحماس والإنتاجية. عموما مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.